أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ونؤمن بتكتل وخصوصا اللي بتريد الكلمة في نهاية هذا الشهر الفضيل. في بيوت العباد سمعنا عبر المذياع، سمعنا عبر التلفزيون حتى الركب. فبصير الواحد يقول لك ايش انا بدي اجي احكي في النهايه. ولكن لقيت انه انسب شيء احكي فيه في هذا الموقف في هذا البلد الطيب اللي للاسف الشديد وسائل الاعلام اللي حوالينا والراديوات اللي حوالينا ما بتجيب سيرته، والاماكن الالكترونيه كمان. وبتمنى على شاشه نت بما انها بتخص الرياضه وسمعه اللي بدي احكيه ان تضع هذا على صفحاتها. لم اجد انسى من كلمات قداسة البابا فرنسيس التي وجهها إلى العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر السعيد. طبعا مش راح أقول كل الكلمة ولكن أقتبس منها. يقول في هذه السنة الموضوع الذي أود أن أتأمل فيه وإياكم أي مع كل المسلمين وجميع الذين سيقرؤون هذه الرسالة هو موضوع يهمنا جميعا مسيحيين ومسلمين، ألا وهو تعزيز الاحترام المتبادل من خلال التربية. وكم في الحري ونحن متواجدون في صرح مدرسي تربوي. رسالة هذه السنة تركز على أهمية التربية بالطريقة التي نفهم بها أحدنا الآخر. شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركات. فقدر نشوف الهنين أيضا لفرقة الكشاف. أشكر كل من ساهم وبادر في إنجاح هذه المسيرة الطيبة. أتقدم بشكر جزيل لضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. وبحب أمين الكلام تلا أبونا الياس حبيب العموم. أبونا الياس ومشاهدينا المحترمين أيضا. أبونا الياس في العام الماضي مش نسيها. أبونا الياس رجع السنة مشان يفقدها. هاي السفرة يا أبونا الياس نوعدة دائما ندير بالنا عليها وننميها ونسقيها حسب ما انت حابب مشان تكون خضرة وتكبر ونستظل في ظلها وناكل من ثمرها. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بالجميع. اشكركم على حضوركم. نيت ما حضر كل عام وانتم بألف ألف خير. شكرا. شكرا لله احمد. الأمة هي أمة أمة واحدة وربكم فاعبدون. كما تفرغ الأب الياس
بالنسبة لما قاله القديس أن يزرع المودة وأن يربي أبناءنا على المحبة والمودة، هذا من صميم ديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى وربى الأجيال كلها على محبة الناس، ولا يميز بين عرق وآخر، بين طائفة وأخرى. إنه من دواعي السرور أن نلتقي بكم بعد عبادة شرعها الله تبارك وتعالى، وقال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون.